حقيقة الروح كانت حلوة قوي النهاردة، ودايما عايزة أقول لكم حاجة نطمن ليها قوي. مصر كبيرة قوي، كبيرة في العلم، كبيرة بجامعاتها. أنت مش بتتكلم على جامعات في محافظات مركزية، يعني اللي هي الرئيسية اللي هي القاهرة، جيزة، اسكندرية أو غيرها، لكن أنت بتتكلم على جامعات في صعيد مصر، جامعات قوية فيها بحث، فيها شباب بيفكروا، شباب عندهم أمل، شباب بيشاركوا في تنمية المحافظة، في تنمية الصعيد. فأعتقد أنه ده كده إحنا على الطريق. أنت كمان أمام جيل مختلف، الجيل ده أصله مش محتاج ينتقل إلى المدينة، هو ممكن ينجح وهو في محافظته وينجح محافظته، عنده كل الأدوات، عنده الإنترنت، عنده كل شيء، مش محتاج إنه ينتقل، هو ينقل المحافظة بتاعته إلى التقدم وإلى الغد. خليني أروح معاكم. أنتوا عارفين النهاردة في هذه الجولة السيد الرئيس كمان كان يعني الحقيقة حريص إنه يلتقي مع المستثمرين، وفي مبادرة مهمة جدا، أنا بعتبر إن المبادرة دي من أهم المبادرات الحقيقة اللي بتشتغل على أرض الواقع، مبادرة ابدأ. المبادرة دي ليها مشروع، وطبعا وهي مشروعها وهي شركة ابدأ بتعمل ايه ببساطة؟ هي بتساعد في توطين الصناعة المصرية، وبتساعد في تقديم كل ما يهم الصناعة المصرية. بمعنى ايه يعني؟ تبسيط اكتر خلينا نقول، يعني مثلا لو في مصنع محتاج بعض الادوات، محتاج شراكه، محتاج انه يكون حاجات مثلا بدل ما يستوردها ممكن تصنع، بس عايز مثلا تدريب، عايز خبره، عايز شراكه مع حد من بره، فيقدروا يساعدوه ويقدروا يقفوا معاه لحد ما المصنع بجد زي ما بيقولوا يطلع قماش، يعني يبدا يبقى عنده نتيجه. وبالتالي كمان هيبقى عندك طول الوقت انت الفاتوره الاستيراديه اقل بكتير، فانت بتوفر عمله وفي نفس الوقت بتوطن الصناعه وبتساعدهم. خليني اروح معاكم لاحد المستثمرين واللي كان في حوار مع السيد الرئيس، الاستاذ احمد العريان، احد المستثمرين ضمن مبادره ابدا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني كلمني، انا عارفه انا سمعت الحوار اللي يعني كان مع السيد الرئيس النهارده، بس كلمني كده عن انطباعك وعن الاول المشروع بتاعك. اولا المشروع بتاعنا بيهدف لتصنيع وش الكوتش اللي هو الفندي والكوتش الكامل اللي هي الاحذيه الخفيفه. تمام. وده اول مشروع من نوعه في الصعيد ككل. احنا بنقول لاهل الصعيد ان احنا جايين من بحري نعمل عندكم مشروع. ايوه. عشان نشجع اهل الصعيد ان هم يعملوا مشاريع ويشتغلوا ويفتحوا المصانع اللي هي موجوده عندهم في المناطق الصناعيه. تمام. انا شايف ان الريس مهتم جدا 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 بالصناعه وداعم قوي جدا للصناعه، ونقول لاي مستثمر او اي مستثمر صغير او شاب يتوكل على الله ويشتغل في الصناعه ويجتهد. أنا شايفة أستاذ خير. شايفة أستاذ أحمد الصور بتاعت حضرتك موجودة على الشاشة وهي الصناعة، وأنت كمان ال 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 الكوتشي وال وال ال وال وال والأشياء دي بيقدروا كمان تقدر توردها في الصعيد، مش محتاج بقى أهل الصعيد ينزلوا يشتروا من محافظات تانية، هو عندهم المنتجات وهتكون أكيد أسعارها أقل من إنه يروح محافظة مثلا تانية. طبعا يا فندم، أولا الإيد العاملة في الصعيد أرخص من وجه بحري. تاني حاجه النقل بين القاهره او بين اسكندريه والصعيد مسافه بعيده، فطبعا بتتكلف كتير، انما احنا بنقول لهم احنا بننتج عندكم والاسعار هتبقى كويسه والجوده عندنا ان شاء الله جوده عالية. اعلى جوده. احنا انا ابشرك برضه يا فندم ان احنا عملنا معرض وعرضنا في تركيا منتجاتنا، وبالفعل احنا جوده نفسنا الاتراك المنتج التركي كانت جوده عاليه جدا بالنسبه لهم وسعر كويس جدا زي اسعار الصين بالظبط ويمكن افضل كمان. طب احنا بننافس في انا شايفه هنا في الصوره فخامه الرئيس كان بيسقف وكان في حوار بينك وبين السيد الرئيس. كلمني على الحوار، يعني السيد الرئيس كان مهتم بتفاصيل المشروع وسألك عن المبيعات وسألك عن الأرباح، كلمني عن الانطباع والحوار بينك وبين فخامة الرئيس. والله هو فخامة الرئيس كان بيكلمنا كأب أولا، ثاني حاجة إن هو بيكلمنا كرئيس دولة إن هو بيشجع الصناعة
ولما شاف فعلا ان لان احنا فعلا بنستهلك اكتر من 500 مليون دولار استيراد كوتشي ووش كوتشي من الخارج. فاحنا لو عملنا اكتفاء ذاتي من بس ال 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 الكوتشي ووش الفندي هنوفر عمله صعبه طبعا هي بتستهلكنا كتير، وممكن بعد كده ان شاء الله نصدر للدول الثانيه والدول طبعًا العربيه. ما هي دي الميزه، هي دي الميزه استاذ احمد، هي مش بس ان احنا ننتج، هي فكره ان احنا نعمل الحاجتين، يعني ان انت تنتج توزع في السوق المحلي وكمان يبقى عندك فرصه انك تصدر. هنا بقى ده دور مبادره ابدا بتساعدك ازاي؟ بتساعدك في ايه؟ والله ابدا احنا اتعرفنا عليهم فعليا بعد مؤتمر الاقتصاد الريف اللي هو مؤتمر الصناعات اللي كان في المشير. تمام. وبالفعل بدا اتصال يمكن اسبوعيا بيننا وبينهم ويوميا، ايه اللي انتم محتاجينه اوراق. يعني تخيل يا فندم ان احنا عملنا المصنع ده في 7 ايام، ورق وكل وتجهيزات يعني جهز لك كل حاجه، اوراقك الجوده ازاي تصدر، انت محتاج ايه علشان تقف على ارض الواقع تبقى جاهز للتصدير كمان. فعلا يعني انا شايف ان هم بينهوا البيروقراطيه والروتين وبيحاولوا يساعدوا اصحاب المصانع او اصحاب الشركات ان هم يخلصوا لهم ورقهم عشان يشتغلوا. احنا انا بنشبهنا النهارده لما الريس قال لنا وشبهنا الزراعه زي الصناعه بالظبط، والصناعه زي الزراعه. صحيح. المفروض خلاص انا اخذت الارض لازم تزرع. فهم بالفعل عملوا كده، انت خدت المصنع لازم تنتج على طول. اكيد صحيح. مش رخص والكلام والاوراق والكلام ده. السيد الرئيس كان حريص طول الوقت على انه يعرف منك المبيعات نفسها، يعني حسيت يعني ان انت يعني اول مره تجري رئيس يعني الحوار مع السيد الرئيس، وكان في عفويه وكان في لطف الحقيقه من فخامه الرئيس معاك. والله يا فندم احنا طبعا كان في سيادة الرئيس كان لطيف جدا معانا، وهو على فكره ما بيسالش عشان كشخص انا بس، هو بيقول للناس يا ابنا الناس بتكسب ايه؟ ايوه اشتغلوا بقى، اشتغلوا بالظبط، اشتغلوا وفكروا. محتاجه شغل بلدنا فعلا، محتاجه ان احنا نتعب عليها. صحيح. ان شاء الله كله يبقى حلو، وياما كنا بنلبس المصري واهالينا لبسوا المصري وكان تمام وزي الفل، واحنا قادرين قد التحدي زي ما كان عنوان اليوم. اشكرك جدا احد المستثمرين ضمن مبادره ابدا الاستاذ احمد العريان، بشكرك شكرا جزيلا.